السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار السادسة من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين. نبدأ بأبرز العناوين. جمعية الشعر الشعبي تقيم الأمسية الوطنية الكبرى. جمعية شجرة الحياة الخيرية تقيم حفل جائزة الإنسانية والعمل الخيري. بيد التصويت الإلكتروني على الأفكار المشاركة في مسابقة الابتكار الحكومية. أهلا بكم بلا تفاصيل. السادسة بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى انضمامها في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم. أقامت جمعية الشعر الشعبي تحت رعاية معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب الأمسية الوطنية الكبرى بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب ومجلس إدارة الجمعية وعدد من الشعراء والمدعوين. وخلال الأمسية أكد السيد عبد الله بن خلف الدوسري نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشعر الشعبي أن الجمعية ومنذ تأسيسها حملت على عاتقها لواء الكلمة الوطنية الصادقة والمشاعر المخلصة انتماء للوطن وولاء لقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. وشملت الأمسية تقديم مجموعة من القصائد الوطنية المعبرة عن حب مملكة البحرين من الشعراء والشاعرات، ثم تم تكريم المشاركين في المسابقة الوطنية ومجلس الإدارة والداعمين لعمل الجمعية. احنا في الجمعية اعتدنا كل عام نسوي فعالية في هذه المناسبة، بس هذه السنة يعني لها طعم آخر، حيث ان البحرين مرت في احتفالات يعني البلاد كلها تحتفل، فحبينا نحتفل وياهم واقمنا هذه الأمسية، والحمد لله الفعالية ناجحة بكل المقاييس، بالرعاية وبالحضور وبالشعر. عاشت البحرين حرة أبية في عهد القيادة الرشيدة، ودامت الحركة الثقافية والأدبية في المملكة عامرة بالقصائد والأبيات الوطنية. تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حمدان، نظمت جمعية شجرة الحياة الخيرية الاجتماعية حفل جائزة الإنسانية والعمل الخيري بحضور مجموعة من النواب وممثلي المنظمات الأهلية المعنية وشخصيات اجتماعية فاعلة وشركات داعمة للعمل الخيري، حيث تم تكريم 25 شخصا من ممثلي منظمات المجتمع المدني التطوعية والخيرية في المملكة. كما شمل الحفل عروضا لأغاني وطنية وخيرية. هذا وتهدف الجائزة التي تأتي في نسختها الثانية إلى تحفيز ودعم المؤسسات والأفراد والجمعيات الخيرية الإنسانية والعاملين في القطاع الخيري والإنساني التطوعي في المجتمع البحريني الذين قدموا أعمالا مميزة في خدمة العمل الخيري لزيادة كفاءتهم وقدرتهم على العطاء الإنساني والتطوعي. هذه السنة احنا طبعا اخترنا 25 من المجتمع البحريني يرشحونهم عن طريق المؤسسات الأهلية وعن الجمعيات الخيرية والجمعيات الأهلية، يرشحونهم مع السي في يعني نبذة مختصرة عن أعمال اللي سووا، وعلى هذا الأساس يتم اختيارهم بهذا الكيفة، ويعمل لهم طبعا احتفال كبير، يعطى لهم جائزة وشكر على أعمالهم اللي قاموا بها مدار السنوات السابقة. وروح كرمت شركة غاز البحرين المنتخب الوطني البحريني لكرة القدم لحصوله على اللقب وفوزه ببطولة الخليج 24، وذلك في معرضها بمنطقة توبلي. وتم خلال الحفل تكريم أبطال الخليج لكرة القدم منتخب البحرين الوطني،
وأعرب رئيس مجلس إدارة غاز البحرين السيد بشار الحسن عن سعادته وفخره لتكريمه لاعبين فريق منتخبنا الوطني لفوزهم التاريخي. وأشار عضو مجلس الإدارة السيد عمار الحسن إلى أن هذا الفوز والإنجاز يعكس التوجيهات السامية لصاحب الجلالة والثقة المناطة بشباب مملكة البحرين لإثراء قدراتهم في جميع المسابقات. كما بين أن هذا الفوز قد حقق معيارا جديدا لنظرتنا ومسيرتنا الشبابية المستقبلية في كل المجالات. وختاما أعرب أعضاء ولاعبي منتخبنا الوطني عن شكرهم وامتنانهم للدعم وهذه اللفتة القلبية المقدمة من شركة غاز البحرين. السادسة مستمرة وفيها بعد قليل. مركز عيسى الثقافي يقيم اللقاء 19 من منتدى البحرين الكتاب. بدأ فتح باب التصويت الإلكتروني لمسابقة الابتكار الحكومي فكرة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء. وتأتي مرحلة التصويت الإلكتروني بعد أن تأهلت 12 فكرة لمرحلة تقييم لجنة الوزراء للأفكار المتأهلة ليتم اختيار الأفكار الفائزة، وذلك بعد الانتهاء من مرحلة تقييم المقترحات 40 من قبل 4 لجان من ذوي الشأن والاختصاص. ويمكن التصويت والتعرف على الأفكار المتأهلة عبر الاطلاع على الأفلام التعريفية المصورة على الموقع الإلكتروني لمكتب النائب الأول رئيس مجلس الوزراء، حيث تشتمل الأفكار على فكرة المنصة الإلكترونية للمشتريات الحكومية. نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فعالية حافلة التوعية البيئية، وذلك بالتعاون مع أمانة العاصمة ووزارة التربية والتعليم، حيث هدفت الفعالية إلى تعزيز الحق في البيئة من خلال تشجيع المشاركين على الحفاظ على البيئة لتحقيق سلامة البيئة، والتي تعد أحد متطلبات حقوق الإنسان لارتباطها التام مع الحق في الحياة والصحة والغذاء. وتأتي هذه الفعالية ضمن الفعاليات والبرامج التدريبية التي تنظمها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات الرسمية تنفيذا لاستراتيجيتها وخطة عملها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين. أقام مركز عيسى الثقافي اللقاء 19 من منتدى البحرين الكتاب، حيث ناقش المنتدى كتاب الكتابات الأولى الحديثة لمثقف البحرين للمؤرخ والأديب البحريني مبارك الخاطر. وتناول الكتاب توثيقا للكتابات الحديثة للنخبة المثقفة في المملكة في الفترة بين نهاية القرن 19 وبداية القرن 20، سواء جاءت على شكل مساهمة أو رسائل للدوريات العربية الصادرة في تلك الفترة. كما تطرق المنتدى لمساهمات أسماء لامعة من أدباء البحرين ومثقفيها آنذاك مثل الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة وعبد الله الزايد والشيخ محمد صالح وآخرين، والتي جاءت لتعكس الحالة الثقافية للمجتمع البحريني. استفاد 474 من مديري المدارس والمعلمين والاختصاصيين والرؤساء بقطاعة وزارة التربية والتعليم من البرنامج التدريبي القيادة والإدارة والحوكمة والذي نفذته إدارة التدريب والتطوير المهني، وذلك ضمن جهود تطوير أداء المدارس وفي إطار تلبية الاحتياجات التدريبية للموظفين بمختلف تخصصاتهم. وقد اشتمل البرنامج الذي أقيم على مدى أسبوعين على عدة محاور، من أهمها مناقشة معايير تقييم القيادة والإدارة والحوكمة وفق احتياجات هيئة جودة التعليم والتدريب والسعي نحو توحيد الرؤى بين المعنيين بهذا المجال. كما تم عرض قصص نجاح عديدة مرتبطة بموضوع البرنامج للاستفادة منها. وإلى حالة الطقس محافظات مملكة البحرين.
وبهذا وصلنا لختام أخبار الثالثة، إلى اللقاء.